يعني ما عاد عندنا حجج انه ننتظر الفدرالي شو راح يخبرنا ودراغي وبنك انجلترا انتهينا. ما هي الفتره القادمه التي تقبل عليها الاسواق العالميه في اتخاذ قراراتها سواء نبداها باسواق الاسهم؟ خلينا نلخص اولا، احنا اغلقنا الجمعه الاسواق الامريكيه خاصه انهت الاسبوع بالضبط اينما بدات السنه. يعني ابتدينا السنه الاسواق هبطت 10% ويوم الجمعه اقفلنا مرتفعه 10% عن ادنى مستوى وصلته، فيعني صرنا فيت، يعني صرنا فلات كاداء. الان كما تفضلت تركيزنا في رئيس سوف يكون على بيانات الشركات وارباح الشركات في الولايات المتحده. طبعا بالعوده الى ما ذكرت، احنا نعلم انه منذ بدايه 2016 انه كثير من الاسهم الامريكيه اوفر فاليود كانت، فاحنا الان هناك ايضا عرضه انه نرى عمليه تصحيحيه جديده خلال السنه، خاصه القطاعات. معقول؟ نعم، في قطاعات كثيرة أوفر فاليود. الآن التركيز حيكون على كما ذكرت أرباح الشركات. طبعا أرباح الشركات الكثيرة أعطتنا إنذارات بأنه الأرباح الفصلية القادمة حتكون أقل مما سبقتها. فهل هذا ما رأيناه باستقبال المستثمرين الجيد لقرار الفدرالي او تصريحاتي، خلينا نقول القرار لم يعمل شيئا، وانما تصريحات جانت يلين التي اكدت فيها ان وتيره رفع الفائده حيكون اقل مما ذكروا في اجتماع ديسمبر؟ هل الاشارات السلبيه مع تقليل وتيره رفع الفائده من قبل الفدرالي الامريكي الى اي مدى ستؤثر بمزيد من الضغوط على الدولار؟ يعني اين سنجد الدولار مستقبلا مع تراجع امام سله من العملات؟ يعني المفروض طبعا الدولار منخفض بالتاكيد، انخفض في الفتره الاخيره، ولكن لا ننسى انه ما زال 20% اعلى من ما كان عليه في 2014، مثل اسعار النفط. يعني اسعار النفط وهذه احد الاسباب ايضا اللي ربما ساعدت الاسواق على استرجاع ال 10% التي خسرتها منذ بدايه السنه. النفط الآن 50% أعلى من أدنى مستوى كان له في شهر يناير، فمع ذلك الدولار ما زال 20% مرتفع عن ما كان عليه ب 2014. ولكن العمليات أو اختلاف السياسات النقدية في خاصة في منطقة اليوروزون ربما حتساعد الدولار على الحفاظ على هذه المستويات والحد ربما من التذبذبات الكبيرة. نعم، إلى أي مدى أيضا ممكن قوة الدولار تثني العديد من الدول على الاستمرار في الحيازة؟ أنت تعلم يعني إذا كانت الدول عملاتها أصلا تعاني لم تفرض عليها قوة شرائية أقل، ولكنها فعلا متراجعة ومضطرة أن تحتفظ بالدولار لتسوياتها التجارية، ما هي الخطط؟ نسمع اليوم من الكونغو الديمقراطي أكبر منتج للنحاس في العالم تفرض على شركات التعدين وكذلك النفط أن تدفع ضرائبها بالدولار. هذه الأداة الوحيدة اللي بقيت عندنا، أفلسنا من الأدوات حتى صرنا نستجد الدولار بهذه الطريقة. نعم، يعني عندك ربما الوسيلة الثانية وهي رفع الفائدة على الوداع لتشجيع المستثمرين أو يعني المودعين خاصة في دول الناشئة، تركيا، إندونيسيا، غيرها، مصر دائما ترفع الفائدة على الوداع بعملتها المحلية وعلى الدولار. شهادات الإيداع الأخيرة 15% أعطتهم. بالتأكيد، وذلك لجلب العملة الصعبة، لهذه ما تحتاجه الدولة، لأن كما تفضلت تستورد الكثير خاصة من السلع الأساسية مثل الدقيق وما شابه ذلك. طيب، حركة الدولار أيضا يعني مع التذبذب الواضح في حركة الدولار، الإشارات السلبية التي كانت صادرة عن الفدرالي الأمريكي جميعها أعطت بعض النشاط للمؤشرات الأمريكية بعد الارتفاعات التي شاهدناها على داو جونز خلال الفترة الماضية، إلى أي مدى برأيك من الممكن أن نتجاوز مستويات 18,000 خلال الفترة المقبلة؟ أتوقع كما ذكرت أنه في الفترة القادمة حيكون التركيز على أداء الشركات وأرباح الشركات، المتوقع أنه تكون أدنى من ما كانت عليه، فهذا حيحد ربما من أي ارتفاعات كبيرة نراها في الأسهم الأمريكية في المرحلة القادمة، خاصة كما ذكرت أنه already
الكثير من المستثمرين يرون انه الكثير من الاسهم اوفر فاليو. نعم، طب نبقى في العملات، ما زال الحديث عنها. كنا فتره شهدنا حسب البيانات وحسب انتظار الاخبار سواء من البنوك المركزيه غيرها ارتفاع شهيه المخاطره، شفنا اتجاه واضح لدينا على بعض من يعني هروب من الملاذات الامنه اخذت اتجاه عكسي، عدنا لها من جديد الين ايضا والذهب. كيف تفسر يعني بعد ما خلص اصبحت الخطط واضحه لدينا الان، يعني اكثر ما يقلق الاسواق هو سياسات البنوك المركزيه، تحركات النفط وغيرها. الان كيف تتوقع هل سنعود الى الملاذات الامنه ام سنخسر ما كسبناه من بدايه العام، تحديدا ذهب وين اتحدث؟ يعني هذا كله سوف يعتمد، لان كما تفضلتي احنا بالنسبه للسياسات النقديه ما صار لها اسبوعين، اذا كان تكلمنا عن البنك المركزي الاوروبي مثلا واسبوع بالنسبه للفدرالي. الان هناك اعتقاد بانه ربما السياسات التحفيزيه النقديه قد وصلت الى طريق مسدود، يعني لن وهذا ربما ما لمح به إدراجي لياتي احد اعضاء ايضا البنك المركزي ليقول لا انه ممكن احتماليه ان نرى خفض للفائده بالسالب اكثر من ما هي عليه الان، فلذلك راينا بعض الانخفاضات باليورو. ولكن من الواضح انه في اليابان والان من المتوقع انه في منطقه اليوروزون لن تكون هناك يعني هذه العمليه لديها ايجابيات كبيره بتحفيز الاقتصاد من غير من تواكبها سياسات ماليه من صناع السياسة المالية في الدول المختلفة في منطقة اليوروزون لتحفيز اقتصاد كل دولة على حدة، خفض الضرائب إلى ما شابه ذلك. لأن خاصة إذا استمروا أو يعني خفضوا الفائدة بالسالب أكثر من ما هي عليه ربما القطاع المصرفي سوف ينظر. يعني ما هي الفترة المناسبة إذا ما كان هناك مزيدا من التخفيض إلى المنطقة السالبة في المنطقة الأوروبية؟ متى سيكون أو ما هي أفضل فترة؟ يعني أتوقع أنه لا على الأقل لازم يعطوا للأسواق في 3-4 أشهر حتى يروا إذا كان ما قاموا به، يعني لا أتوقع قبل نهاية الصيف أو حتى منتصف الصيف لنرى أي إجراءات تحفيزية ثانية. وكما ذكرت من غير تحفيز مالي من صناع السياسة المالية يعني السياسيين لن يكون هناك لها جدوى كبيرة، بل ربما تضر القطاع المصرفي وهذا سوف يعني يهز ثقة المستثمرين. احنا نعلم انه اصلا القطاع المصرفي في منطقة اليوروزون محتاج كثير من اعادة الهيكلة، فاخر ما يحتاجه هو هزة الثقة هذه. نعم، ارجو ان تبقى معنا استاذ علي حمود، نعود بعد قليل نتحدث اكثر عن القطاع المصرفي في المنطقة الاوروبية. مهلة شهر يمنحها المركز الاوروبي لمجموعة من البنوك التي ترغب في الاندماج لعرض خططها، ويبدو انه كان ذلك ضاغط كبير جدا على هذه الأسهم لتتراجع لدينا في جلسة يوم الجمعة. المزيد بعد قليل. ونعود من جديد إلى ضيفنا السيد علي حمودي. كان حديثنا أستاذ علي عن قطاع المصرف في أوروبا، حتى البنوك الضخمة في أوروبا ما تزال يبدو أنها تعاني ويجب أن تعطي خطة لهيكليتها للبنك المركزي الأوروبي. الموضوع يتعلق بالكبار في القطاع البنكي أو حتى بالصغار، الكبار بدأوا يلهثوا إلى موضوع اقتطاعات في التكاليف عن طريق تسريح عمالة، إغلاق منتجات غير لازمة لهم من أكبر البنوك، والأصغر كان في اقتراحات للدمج، والبنك المركزي بيعطيهم مهلة، أعطوني لا عدة سنوات قادمة إيش مفكرين تساووا يعني، وعندكم شهر المهلة، هل شهر كافي؟ هل هم يضعوهم يعني في اختبارات تحمل؟ بالتأكيد يعني وهذا ما سوف نراه. طبعا كما تفضلت البنوك الكبيرة ربما ترى في بعض البنوك الصغيرة صيدة جيدة لأخذ عملاء هذه البنوك بعض منتجاتها ربما، ومن ثم الاندماج لتعزيز وخفض التكاليف، وهذا كما تفضلت باتجاه الاقتصاد ما زال هناك يحاول أن يخرج من تباطؤ النمو، وبقلة إمكانية هذه البنوك بتحقيق أرباح في جو الفائدة فيه في السالب، بالتأكيد يتجهون إلى خفض التكاليف، وأحد هذه الأساليب هي الاندماج.
قد تسعى إنه بعض البنوك للاندماجات، ولكن المركزية الأوروبية أيضا يسعى للتحفيز الكمي خلال الفترة المقبلة. هل برأيك مع هذه الفترة تحفيز الكمي الذي قام به المركزية الأوروبية عكس قوته مثلا، أو عكست البيانات الصادرة عن المنطقة الأوروبية قوة ذلك التحفيز أم لا؟ يعني ما زال النمو في أوروبا هش بعض الشيء. نعم هناك تحسن في بعض القطاعات الصناعية حتى التصدير، ولكن أيضا منذ بداية العام هناك بعض التباين في هذه البيانات. ما يصبو إليه البنك المركزي هو استدامة النمو واتجاه أسعار أو نسب التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، مخافة من البنك المركزي من الانكماش الأسعار والديفليشن الذي في رأي الكثير يشكل خطر أكبر بكبير من لو كان هناك ارتفاع في نسب التضخم. واليابان دائما يذكروها كأكبر مثال على ذلك، دخلت في دوامة الانكماش منذ أكثر من 10 سنين أو أكثر حتى، ولم تخرج منه لحد الآن. نعم. طب إلى أي مدى ممكن يتحمل المركز الأوروبي فاتورة الفائدة السالبة؟ يعني مع أنه حتى الآن لم تبدي أي من البنوك استعدادها للاقتراض بشكل كبير. في آخر خطاب لدراغي قال فيه أنه كلما اتسع برنامج التمويل وأخذتم مني أكثر سأعطيكم بالعكس يعني فائدة بالسالب. هل سنلمس فعلا تحرك من قبل البنوك، أم البنوك تحتاج أيضا تحرك المستهلك بالدرجة الأولى؟ وهذا ما سوف ننتظره في الأشهر القادمة، البيانات اللي كم نسب الإقراض. هو طبعا كل الهدف من ذلك هو إقراض البنوك للأسر وللشركات الصغيرة لتحفيز الاقتصاد والحركة الاقتصادية. يريد أن يفيد أو من يستفيد من ذلك هي الاقتصاد الحقيقي الريل إيكونومي في منطقة اليوروزون، اللي لو تذكرين في السابق عندما بدأت عمليات التحفيز الذي استفاد منها هي البنوك مع بعضها البعض بتحقيق أرباح وليست الاقتصاد الحقيقي. طيب لنذهب الآن إلى النفط سيد علي. النفط تعرض لبعض الارتفاعات متتالية على حوالي 4 أسابيع، برأيك هذه الارتفاعات يعني ما كان المحرك الأساسي لها؟ كانت هناك أولا هناك بعض العرقلة في الإنتاج في من الشرق الأوسط في أفريقيا بالنسبة للنفط، ومن ثم هناك نعم انخفاضات في ربما عدد المنصات في الولايات المتحدة، وأيضا الكلام على أنه احتمالية وجود اتفاق ما بين أوبك ومنتجين آخرين روسيا أهمها ساعد أسعار النفط على التعافي منذ أدنى مستوى وصلت إليه في شهر واحد. ولكن الآن في رأيي الكلام خاصة في انتظار إيران أن ترفع من نسب إنتاجها والاجتماع في 17 أبريل. هل نعول على اجتماع الدوحة؟ أنا في رأيي من الآن إلى 17 أبريل سوف نجد انخفاضات ربما في النفط الخام، لأن أتوقع الأسواق سوف تركز بشكل كبير على الأساسيات، والأساسيات حقيقة ما زالت سلبية. يعني ما زال الإنتاج بعدين حتى هم في اجتماعهم في الدوحة ماذا سوف يتناقشون عنه؟ يتناقشون على تجميد الإنتاج وليس تجميد حتى ما سوف يصدر من إنتاج. فهذا كله يعني فعليا لن يساعد التخمة الموجودة حاليا في الأسواق التي نعلم هي ما بين 1 مليون إلى 1.5 مليون أو حتى 2 برميل يوميا. فأتوقع الأسواق سوف تركز مرة ثانية على الأساسيات، وخاصة إذا فعلا بينت أرقام الإنتاج إذا كان من أوبك من السعودية من العراق من إيران على استمرار هؤلاء الدول بالإنتاج بأقصى ما لديها من طاقة إنتاجية سوف نرى تراجع لأسعار النفط، ربما ليس بالحد الذي رأيناه في السابق، ولكن هو لا بأس أنه يبني مركز على حوالين 40 دولار 38 دولار أحسن من ما كان
على أوائل الثلاثينات يعني. نعم، يعني لا نأمل ربما حتى منتصف إبريل والاجتماع القادم أن يكون هنالك تباحث على تخفيض الحصص، يعني هذا موضوع إحنا انتهينا منه، نحن نسعى إلى تثبيت الحصص بالتأكيد أكثر من أنه يكون تخفيض لها. والكل يعلم يعني الكل يعلم أنه حتى أوبك وأوبك تدرك ذلك، أنه يعني ما تنتجه الآن هو 40% من ما ينتجه العالم. قبل 15 سنة أو 10 سنين كانوا ينتجون 80% من ما ينتجه العالم، فيعلمون أن المعادلة تغيرت، فأي خفض من أوبك سوف يقابله زيادة في الإنتاج من دول خارج منظمة أوبك، فطبعا هم يدركون هذا الشيء، ولا في النهاية لا يريدون أن يخسروا الحصة السوقية لديهم. طيب، عدد المنصات كان قد ارتفع بمنصة واحدة فقط خلال الأسبوع الفائت، برأيك يعني ما دلالات هذا الارتفاع فقط في منصة واحدة، منصات النفط الأمريكية؟ هل لهذا ارتباط أيضا وعلاقة بأسعار النفط مباشرة على الخام الأمريكي؟ يعني هو حتى هذه الكثير ربما يقرأ فيها، أنا في رأيي يعني يحاول أن يبرر بعض الأشياء الإيجابية، ولكن يعني حتى الشركات أنا في رأيي التي شركات الشيل أويل أو النفط الصخري التي تعلن إفلاسها، ماذا يحدث عندما شركة تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة؟ عادة ما يتم بيع أصولها. صحيح. من الذي سوف يشتري هذه الأصول؟ شركات نفط أخرى تحاول أن دمجها إلى ما لديها، يكون لديها قيمتها الدفترية كبيرة، أو يعني موازنة هذه الشركات أعلى من هذه الشركات المتعثرة. ففي النهاية حتى الشركات المتعثرة لن تخرج من السوق، لن تنتهي أنا في رأيي، فأي ارتفاع في أسعار النفط قرابة $50 يجعل الكثير من هذه الشركات، أو ربما ينقذ الكثير من هؤلاء المنتجين من الحد من الإنتاج أو الإفلاس. فحقيقة نحن تقريبا دخلنا في منطقة أو يعني حلقة مفرغة بالنسبة لهذا الشيء، والحل لذلك هو ليست الإنتاج أنا في رأيي، وإنما تحسن الصحة الاقتصادية العالمية والطلب على النفط هو الذي سوف يساعد أسعار النفط على الاستقرار.